السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجب عليك الآن عندما أسلم ترد السلام، بإمكانك ترده شفويا أو كتابة. أهلا بكم بقناة محب السنة معالج بالرقية الشرعية. طبعا يا جماعة حبيت أنشر هذا الفيديو بأول ساعة من ساعات رمضان حتى أهنئكم بقدوم شهر رمضان، وأسأل الله لكم ولنا التوبة، ونسأل الله أن يقبلنا في هذا الشهر المبارك، ونسأل الله أن يرزقنا زيارة بيته الحرام. قولوا أمين وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس ينتقدني بموضوع ليش تكثر بقولك صلوا على رسول الله، هو أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا جماعة هذا الفيديو يعني عن غير كل الفيديوهات، هذا الفيديو حبيت أني أقدم لكم ثمرة برمضان تستفيدوا منها. هاي الثمرة يأكل منها كل إنسان. طبعا أنا قناتي رقية شرعية، مصاب بسحر، عين، حسد، مس، عندك تسلط من الجان، عندك تسلط من الشياطين، ما أنك عارفان كيف تتعالج، راح أعطيك ثمرة تأكل منها وتستفيد. طبعا يا جماعة بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الفيديو خاص ببرنامج رمضان، راح أعطيك برنامج علاجي. البرنامج مكتوب راح تلاقوه بالوصف. طبعا لا تنسونا من لايك لهذا الفيديو، وشاركوا هذا الفيديو لكل إنسان مصاب ولكل إنسان تريدوا له الخير. أسأل الله لنا ولكم الصحة والعافية. طبعا يا جماعة هذا الفيديو خاص ببرنامج رمضان. طبعا أنا راح أشرح عن برنامج العلاجي، البرنامج الرمضاني، بصوت صورة حتى أنت تفهم علي وتعرف كيف تشتغل. طبعا يا جماعة أولا البرنامج العلاجي قسمنا له ثلاث أقسام. أول قسم هو إبطال العهود والمواثيق وفك ربط الجن داخل الأجساد، وثاني قسم فك العقد والحرق، وثالث قسم التنزيل والخروج وتطهير الجسد. أنا أهتم بموضوع تطهير الجسد كثيرا، لأن تطهير الجسد يطهر العين والحسد والسحر، ويطهر الجسد وبدن الجسد بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا يا جماعة راح أشرح لكم شيء، بس ركزوا معي، والأفضل أنكم تجيبوا ورقة وقلم. طبعا ينبغي عليك أن تشتري مثل هذه البخاخة. هاي البخاخة بتضيف عليها لتر ماء مرقي، بتضيف عليها علبة خل وعلبة ماء ورد ومسكة ملح، وإيش تضيف؟ تضيف المسك الأسود. المسك الأسود طبعا لا تقللوا بالمقادير، المقادير خليها متفاوتة، وخلي المسك يعني شوي كثير، يعني مثلا نقال علبة مسك، علبة مسك مع علبة ماء ورد مع علبة خل مع مسكة ملح مع لتر ماء مرقي، يخلط جيدا، يخلط جيدا. هاي البخاخة أنصحكم فيها. ليش؟ لأن هاي البخاخة بتسهل عليك موضوع أنت تظل تكبس وتبخ، فهمتوا علي؟ أنا والله رحت عند رقاة كثير لما شافوا هذه البخاخة قالوا لي والله هاي تسهل كثير، يعني هاي بدقيقتين بتبخ البيت كلياته. فينبغي عليك أول شيء اكتب تحصين البيت بهذه المواد. طبعا البرنامج بالوصف وراح تلاقوه مكتوب جاهز كامل، لكن أنا عم أشرح لك حتى تاخذ مني فكرة ترسخها في عقلك، تفهم موضوع البرنامج، وبعدها تجتهد أنت كما تحب وبالساعة التي تحب. هل ينبغي أني مثلا أحصن الصبح، العصر، المساء؟ أي ما تريد حصن، ما في مشكلة بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا يا جماعة مثلا نبخ البيت كامل، هذا عم يبخ، نبخ البيت كامل، فهمت علي؟ البيت كامل، حيطان البيت، زوايا البيت، أول مرة بخوا كل شيء يطلع أمامكم، حيطان البيت، زوايا البيت، بواب البيت، مسكات الباب، عتبات الباب من برا، عتبات الباب من الداخل، إذا كان عندكم حديقة رشوها، إذا كان عندكم مثلا غرفة النوم حاولوا ترشوها، الخزانات، الأرضية ترش وتمسح، تمسح. طبعا المقادير مكتوبة في الوصف تحت، أولا نكتب تحصين البيت. بعدها برنامج الاستفراغ، الاستفراغ كل 15 يوم، فبإمكانك أنت تستفرغ عن طريق أعشاب أو عن طريق الزيت. زيت الخروع هذا للإسهال، بإمكانك أنت تشرب قليل من زيت الخروع بس تسوي عندك إسهال، لكن بدك تسمع رقة السحر المأكول والمشروب أيضا. طبعا الأعشاب إيش هي؟ 20 جرام سنمكي أو معلقة سدر على لتر ماء مرقي، معلقة سدر على لتر ماء مرقي، يخلط جيدا ويشرب على معدة فارغة. هذا تشربه عند الأفطار، عند الأفطار ما تفطر شيء، تشرب هذا اللتر
وتسمع رق صح المأكول والمشروب حتى يصير عندك استفراغ وترتاح. وهي أفضل شيء تسويه هو أنك تستفرغ. طبعا لكل من يشاهد هذا الفيديو أنصحك قبل السحور أنك تأخذ قليل من زيت الخروة حتى يصير عندك إسهال وتنظف معدتك. طبعا أول شيء إيش هو؟ تحصين البيت. ثاني شيء إيش هو؟ برنامج الاستفراغ كل 15 يوم مرة، كل 15 يوم مرة. فأنا أنصحكم، قلت لكم زيت الخروع، تشرب قليلا زيت الخروع وبإذن الله خلاص يصير عندك إسهال وما يأثر عليك أبدا أبدا أبدا. طبعا يا جماعة لابد المحافظة عن طيلة شهر رمضان على هذه الأشياء. أولا الوضوء دوما، الصلاة على وقتها، والإكثار من الدعاء في أوقات بين الأذان والإقامة وأوقات الإفطار وأوقات الإمساك. الدعاء ابتهل يا الله سبحانه وتعالى، ادعو الله سبحانه وتعالى. والأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، والمحافظة على قراءة سورة البقرة. وأنا بعد سورة البقرة أعطيكم صور تخلي الشيطان يتعب داخل جسدك، هي سورة ياسين، سورة قاف، سورة النور، سورة الصافات، سورة الدخان، مكتوبات كلياتهم بالوصف تبع الفيديو. طبعا يا جماعة أثناء شهر رمضان لابد كل استخدامك بماء مرئي، استحمامك وشربك وطبخك وشايتك قهوتك كله بالماء المرقي إن شاء الله، أوكي؟ كله بالماء المرقي، الأفضل كله ماء مرقي، ما نترك يعني إنه بلا ماء مرقي، لا، كل شيء استخدم ماء مرقي، حتى حمامك استخدم ماء مرقي. طبعاً يا جماعة البرنامج قسمنا لثلاث أقسام، أنا بالوصف حطيت لكم كل الروابط تلزمكم. أول قسم هو إبطال العهود والمواثيق وفك ربط الجن داخل الأجساد. كل جن يدخل الجسد الساحر يربطه إما بالأيدي، يكون له ربط داخل الجسد. فأنا أعطيتكم هذه الرقيات لابد تسمعوها، الرقيات اللي بالوصف كل وحدة كل يوم مرة، أول 10 أيام نلتزم بهذه الرقيات. وأنا أنصحكم يا جماعة، أنصحكم بزيت الزيتون المرقي، زيت الزيتون المرقي برقية فك العقد، نرقي رقية فك العقد. الأفضل ندهن جسدنا قبل سماع الرقيات الأفضل. طيب أنا عندي شغل ما أستطيع، ادهن القبل والدبر، أضيف إليه قليل من المسك، ادهن الصدر، ادهن البطن، ادهن أسفل الظهر، ادهن بين الأكتاف وأصابع الأيدي وأصابع الأقدام مع قليل من المسك، قليل من المسك. في هذه الأماكن تدهن وتسمع الرقيات، لابد أنك تسمع هذه الرقيات اللي بالوصف. طبعا ثاني قسم هو إيش؟ فك العقد والحرق. لابد تسمع الرقيات اللي حطيناها بالقسم الثاني والقسم الثالث. طبعا يا جماعة هذا هو البرنامج باختصار، برنامج سهل جدا كل إنسان يستطيع استخدامه، لكن شوي صعب على كل إنسان تلاقيه، كيف أقول لك، عليه ثقل من الشياطين. طبعا الصعوبة أول يوم، ثاني يوم، لكن بعدها راح يصير عندك روتين تمشي بهذا البرنامج العلاجي، راح يصير عندك روتين، راح يصير عندك طمأنينة، راح يصير عندك راحة. والله يا جماعة التزموا بهذا البرنامج، وآخر رمضان عم نستنى بشراياتكم. أقول لكم ليش آخر رمضان؟ أعطوني البشرايات بهذا الفيديو، بهذا الفيديو أول 10 أيام لما تلتزم، أعطيني البشرايات بهذا الفيديو بالتعليق، وأنا راح أنشرها بإذن الله سبحانه وتعالى على حسابي على الفيسبوك. يا جماعة لا تنسونا من دعوة ظهر الغيب في رمضان، أحبكم في الله جميعا، والله إني أحبكم ولا أنسى وقفتكم معي كأخوة وأخوات، والله إني أريد لكم الخير كما أريده لنفسي. أسأل الله أن يتقبل منا وأن يقبلنا وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر المبارك. لا تنسونا من لايك لهذا الفيديو وتعليق حلو بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيروا هذا المقطع يا جماعة، التزموا معنا، والله الدال على الخير كفاعله، وأسأل الله لكم الشفاء. قولوا آمين ودعوني بظهر الخير. السلام عليكم.